السلام عليكم. أنا جيت إلى الدكتور أمان عيادات كوزمو دنت قبل تقريباً 10 أيام، وكان كنت لا أستطيع أن آكل أي التفاحة والخيار وأي شيء حاجة خشنة، فكان عندي هنا الأسنان مكسورة. والآن بعد 10 أيام الآن أقدر أبتسم وآكل أي شيء، والحمد لله صار منظر الابتسامة شيء جميل. وأشكر الدكتور أمان والعاملين لدي، ما قصروا.